أنا خالد حلبي من سوريا ومن الشام تحديدا. جيت على كندا من 4 سنوات، كان طبعا بسبب الأحداث اللي صارت بسوريا وبسبب الظروف الصعبة اللي مرينا فيها. طلعت مثل كل الناس من سوريا، طلعت على الأردن، من الأردن على لبنان، من لبنان على كندا. واجهت صعوبات ما كنت واجهها بتنقلي ضمن الدول العربية. أهم صعوبات كانت بالنسبة لي هي اللغة، عادات تقاليد كلياتها مختلفة، فمو من السهل إنك تقدر تتأقلم مع هذا البلد بشكل سريع. عائلة حلبي عمرها بصناعة الآلات الموسيقية أكثر من 100 عام، وأنا الجيل الثالث بعائلتي، يعني أنا ابن عن جد بهاي المهنة. الحياة بانتقالي من دمشق أقدم عاصمة بالتاريخ إلى تورونتو إلى كندا، هو نقلت معي مصلحة عريقة عمرها آلاف السنين. والحقيقة أنه كندا تستحق هذا التنوع الثقافي اللي بيصير فيها، لأنه هالبلد بيساعد كتير ناس. فلما بلد بده يستقبل كل هالثقافات هاي، الحقيقة حيصير في عنده تنوع عظيم جدا. الحقيقة أنا جيت على كندا وحامل حلم كتير كبير، حامل حلم إني أعمل من أكبر معامل العالم بصناعة الآلات الموسيقية، أعمل معمل بروفيشنال بيساوي أعواد عالية الجودة، دقة عالية، صوت حلو جميل، ويروح من هالبلد الحلو لكل دول العالم. وبتمنى أن يتوفق بهذا الحلم، وأنه ينتشر اسمي كخالد حلبي صانع آلات موسيقية ومدئن كندا.